وأيضا للمزيد من المتابعة حول زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري الزميل علاء رشوان. علاء، الجديد لديك وبشكل خاص أن السيد الرئيس غادر الآن العاصمة الألمانية برلين حيث مقر إقامته بعد زيارة ناجحة ومهمة، المزيد. يستعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوجه إلى ثاني محطات جولته في صربيا لتضم أو تنضم هذه المحطة إلى محطة ألمانيا وتحديدا برلين لتضع حجر أساس جديد في علاقات مصر الخارجية بالدول الفاعلة والمؤثرة في محيطها الإقليمي. في متابعات امتدت لثلاثة أيام منذ بدء زيارة السيد الرئيس إلى العاصمة الألمانية برلين، تابعنا لقاءات عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين الألمان تتعلق ببحث سبل تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي وأيضا التجاري والاستثماري. كانت هناك ردود فعل إيجابية لدى مجتمع المال والأعمال والمستثمرين من اللقاء الهام الذي استضاف خلاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته ليلة أمس مائدة مستديرة ضمت عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات وإدارة الموانئ وتكنولوجيا المال والأعمال، وأيضا رؤساء مجالس إدارات بنوك ومؤسسات تمويل ألمانية. خرج المجتمعين مع سيادة الرئيس بردود فعل إيجابية بعد الشرح الوافي الذي قدمه السيد الرئيس بجملة الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، كما أشاد سيادته بنماذج ناجحة للتعاون بين الجانبين المصري والألماني على الصعيد الاقتصادي تحديدا. ذكر سيادته نجاح تجربة التعاون مع شركة سيمنز الألمانية في بناء ثلاث محطات كهرباء كبرى في مصر منذ عام 2014. أشاد أيضا سيادته بالتعاون في مجال النقل الذكي بتوقيع عقد قيمته 33 مليار دولار مع نفس الشركة لبناء خط أو خطوط، ثلاثة خطوط للقطار الكهربائي السريع تمتد ل 2000 كيلو متر بهذا الرقم الضخم من الاستثمارات. أيضا أشاد السيد الرئيس بالتعاون مع شركة لارسن لبناء وتطوير الترسانات البحرية. هناك رغبة لدى مجتمع المال والأعمال في ألمانيا تتجدد كلما قام السيد الرئيس بزيارة رسمية إلى ألمانيا، يتم يعني عقد هذا اللقاء بناء على طلب الجانب الألماني جانب مجتمع المال والأعمال للتعرف عن حجم ما تم إنجازه في مصر على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري. الزيارة أيضا شهدت عقد لقاءات مع كبار المسؤولين الألمان، كان آخرهم لقاء سيادتي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربك، وبالأمس كان لقاء سيادتي مع وزيرة الدفاع الألمانية وبطبيعة الأحوال مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز، وأيضا من قبله كان لقاء سيادتي مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاين ماير. كل هذه اللقاءات تناولت سبل دعم وتعزيز ودفع علاقات التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في كل الأصعدة الثنائية تجاريا واقتصاديا وأيضا أمنيا وعسكريا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر. هناك حرص من الجانب الألماني للاستماع عن قرب لتقديرات السياسة الخارجية المصرية وتقديرات السيد الرئيس والاطلاع عن تقديرات سيادته لمستجدات الأوضاع في المنطقة. نتحدث عن مستجدات الوضع في ليبيا وفي اليمن في سوريا وأيضا على صعيد قضية السلام في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. في كل هذه الملفات والقضايا كانت هناك إشادة كبيرة وإيجابية بالدور المصري المحوري الذي تطلع به في حلحلة هذه الأزمات سياسيا بشكل يضمن أمن واستقرار المنطقة وبالتالي ينعكس على أمن واستقرار الدول حوض البحر المتوسط وشمال أوروبا بشكل عام. هناك تقدير بالغ من قبل السياسة الخارجية الألمانية لتحركات الدبلوماسية المصرية التي توصف بالرصانة وبالاتزان لحلحلة كل هذه القضايا، سواء فيما يتعلق منها حتى بالقضايا الإنسانية في اليمن أو الأوضاع في سوريا. وأيضا هناك إشادة كبيرة بنجاح جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، بالإضافة أيضا إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. دائما ما يشيد الجانب الألماني بنجاح مصر
مصر في منع تسلل أي موجات للهجرة غير شرعية عبر الحدود والسواحل المصرية منذ عام 2016 تحديدا في شهر أغسطس عام 2016 لم تسجل حالة نفاذ واحدة لموجات من الهجرة غير الشرعية باتجاه الشمال الأوروبي أو عبر البحر المتوسط. كل هذه الإشادات التي يتلقاها دائما السيد الرئيس ويتلقاها الدولة المصرية خلال زيارات سيادتي الخارجية تحديدا إلى العاصمة الألمانية برلين تعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية باتجاه تأسيس جمهورية جديدة سواء على الصعيد السياسي الخارجي أو على الصعيد الاقتصادي والتنموي الداخلي. نعم أشكرك جزيل الشكر موفد التلفزيون المصري على أرشوان على هذه المتابعة.